عظيم جاء من وحي الإله، وكأن نورا قد أضيء لمن هدى. صارت به الدنيا تسير بمنهاج، نور على نور على نور هدى. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحلقات كلا وكمدة حلقات كي أما كل النادي بيرت رمضان كي حلقات أما كل أن كنا وحنا كجها لنا هوينيدا إيو دحلك هاد إيو جير ضد يوغا إسلام كدل عيني أما وحكا شيء جاي وحياه إسلام كاي كدران أما يكبو شيء أما يكدل عيني وحكا من إسلام كو هاويني ذا إنو الدلميين أو دحالك أي قادان يساوي يهين كلابان إنتا نكو قادان يهين ورطا سيدي دبا إنتا هاوشا قد قلن هاويني ذا مسلمات دي مروالبا ويكا فعلا قادان تاين قفرقا مركا تاين هاويني ذا عدو أفر حالا بذو مكو سوق ليسان أما ويكو لشين أما واضر شين أما ويكو لدارتاي أما ويكو لحدين أفرت حالة بإسلامكو نلوشو دا أوكا فالقا دين سيدا درادي دي هواين إذا هواي راتي إيادا واح قرش إيو التكلفة لقالة أو سارة نمجرتو تسارة حدا سوقا دين آدو فضود أو عدك استفهم إيسو آبا دين تين آبه وحوك تغي هلويل يلا بقبلو دي أفر كونو دولار ويل كي لبا كونو دولار بوقاتي لبا دي سو هردينة قبلي هي ويمد بكون قادته صدق هذا القفة ولا لها تصالحان من نحاس ملهم ويلكي قبل بورهات سدين ده مهركي إيوه حفلة ديوه الرئيسية لبادي يكون ويكب حين تان أروس بلق يارين إيوه قريقل يعني حفلة ديوه كوادي مهركا إيوه هيك قب حين لبادي قبله مد بالله صوت دونتين يدو كون كذي بنجي إسكت شو بتوع ميل بدي كتن ولا صوت دانتو شن كم بالغون هرتادو شن تكون نو خد هرتادو ليه كم بنجي جوي هلا قواردي خلنا ولا صوت دانتا يا ثمان كم بالغون هرتادو ثمان كي إياه كم كي هرب ميل بو يهلا بريتة كمالين ويل كي واحد يركع على قبر ديلو وريك وحمام ما هيو هقول عيرسنا يا وين قبره تجيم لأن يعني قبره هن وحمام باعو بير إياه رصيد كوجي وحمام كم قوي يعني مركا واحد حال كهذا نسقط هنا مركا حالة ذا أفرد يا كورمينا حالة ذا كون وحالة ذا هوين ذا أيده حليسو قف كرجع كلبرك حالة ذا لباد وحالة أيده حليسو أنت ننكو دحلو قف كرجع دحلو إلا مذا حالة ذا صدحاد وحالة أيده حليسو هوين ذو قف كرجع أنت ودحلو لبلابك حالة ذا أفرادنا وحالة هوين إذا أي واحد دخل يسوع نكون أو قضايو أو حبل سنين حالة كواد وحالة إلهي وليهم للذكر مثل حد الأنثيين أبا يا دنتين وحكت جي ويلل يقبله لم حلي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حد الأنثيين إلى حد إن دار ما يأوبت كينا إن دخلك ويلك وقاطه لب الله كواد أنثي قادنا يسوع حاله حاله دکوادو یعنی مرکا آبی بعدین تیم ویلریه قبل وقت تین سه سو کلا قاضانه این حاله دللا بعد ای قاضانه ای سو هواینی دو نینکو انت او قاضانه یون آبا ایادین تی وقت تگی ویلر یه قبلو یه لب والد لب دیسی والد هم حوله ولی آبا ویه لکل واحد منهما سدس رحل که آبها سکتگیم، مرکا ویلشیسی یه قبلیسی لکالسیون، نبلحکو هرگیم لبادیسی والدنا مذولبم میشه لحاد میشه لحاد بوقانیم، مرکا حالا دانا هویدی یه آبیه، آبیه آنی نه هم یه هویدی و هوینیم شهرس لق بیقاتینو مرکا حالیه لحلاق بیو میشه لحاد و دقتیم، مرکا حالا دانا ویسمیهیم.
xaaladda saddexaad waa xaaladda haweeneedu ay qaadanayso ninku inta uu qaadanayo laba laabkii. Haweeney baa dhimatay, waxay ka tagtay ninkeedii iyo labadeedii waalid iyo laba gabdhood. Haweeney baa dhimatay, ninkeedii nool yihiin, labadii waalidna nool yihiin, laba gabdhoodna u nool yihiin. Ninkeedu wuxuu qaadanayaa 4 meelood oo meel, aabaheedu wuxuu qaadanayaa 3 meelood oo meel, labadii gabdhoodna intii u soo hadhay oo ah 3 meelood oo 2 meelood ay qaadanayaan. Haday gabadh qura tahayna intii soo hadhay kaliyeed ba qaadanaysa. Marka xaaladdaasina waa xaaladda ay qaadanayso haweeneydu ninkii inta uu qaadanayay laba laabkeen. Xaaladda afraad oo ninka uu qadayo haweeneyduna ay wax dhaxlaysaan waa marka la helo wujood jadda li ab. Qofkan dhintay mucuydii aabo iyo awowgii hooyo iyo nool iyo laba qof oo kale oo dhaxalkii leh. Qof ragaa dhintay, qofka waxa u nool awowgii aabo iyo mucuydii hooyo, jaddatul ab maa jaddi al-um. Yani mucuydii aabo iyo awowgii hooyo iyo nool iyo laba qof oo wax dhaxlayaan. Xaaladda marka la marayo, ayeydii waxbay dhaxli laakiin awowgii waxba dhaxli maayo. Awowgii rag ahaa waxba dhaxli maayo laakiin ayeydii oo haweena ayaa dhaxlaysa. Marka yani dadkan islaamka waxa ka sheegayeen xaaladda koowaad oo keliya ayuunbu soo qaadanayaa ay leeyihiin haweeneeda islaamku uu dulmiyeen oo yani xaqi iyo sheerki iyo qaybtu ninku qaadanayay haafkeed bay qaadanaysaa. Marka islaamku mar walba haweeneyda haddii la fiiriyo xagga dhaxalka imtiyaas xoog lay leedahoo xaggeeda islaamku u xagliyay kama xaglinin, bal iyadu u hiiliyeen. Laana maxay haweeneydu iyadu waalid aabaheed dhaxlaysa oo ninkeedii dhaxlaysa oo ilmiheedii dhaxlaysa oo walaalkeed dhaxlaysa, haddana haba yaraatee iyada wax kharash iyo taklifo oo ka baxaysa iyo wax culays dhaqaale oo saaran ma jiro. Laakiin ninka mar walba culays dhaqaale oo fara badan baa saaran. Marka haweeneyda muslimadii mar walba way karaamaysan tahay, way maamuusan tahay, yacni haba yaraatee taklifo iyo culays dhaqaale oo saaranna ma jiro. Sidaa daraaddeed marka lagu leeyahay haweeneyda islaamku uu dulmiyeen xaaladda qura lagu soo qaadaya isla arrimahan oo dhanna aayadda qura Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga warramayo sheerarka iyo qaybaha dhaxalka la kala qaadan ayay marka qof inuu aayadda qaybna soo qaato qaybtii kale indhaha ka laliyay maqruux badan. Laakiin qofka saa sameynaya waa qof raba inuu islaamka dacniga wax ka sheego. Laakiin adiga qaadanaya waa inaad aayadda dib ugu noqotaan si fiican u fahantaa aayadda intaas oo dhan ka warramaysan. Marka haweeneyda muslimadii mar walba haday hooyo tahay, haday walaashaa tahay, haday xaaskaagii tahay, haday inantaadii tahay, mar walba maamuus iyo karaamo iyo sharaf ay leedahay. Waxaa xuquuqadeed kula wadaagaysana way kula wadaagtaa. Wamaca dalika haba yaraatee wax islaamku ku waajibiyey oo taklifo dhaqaalihii haba yaraatee ma jirto. Laakiin qulooyinka si aan ugu dacno waxay doonayaan dee sidana macaan kuwan jenderka iyo waxaa ka warramaya had iyo jeer haweenka yacni waa la dulmiyo, xaqoogii waa la duusay, waxay rabaan dee sida reer galbeed haweenka uga yihiin inay sida dameeraha u shaqaysato oo kharashka guriga ku baxayan ama qoyska ku baxayo mar walba la qaybsadan. Haday bixiso biilka korontada, adanka biyahaad bixin, haday kalada guriga bixiso kharashka laad bixin, agsoorankaad yacni mar walba heeda warasha. Waa adiga arkoodee haweenkoogu ma nastaanen sida dameeraha u shaqeeyaan. Laakiin inaga haweeneydu xataa haweeneedaad guursatan hadday mato milyoneer tahay yaafta bayda biil adaa biilka bixine, biilka adaa lagaa rabaa. Sidaa daraaddeed ba haweeneydu hadday haweeney hanti la tahay zakada iyo sadaqadaba ninkeeda ay siin kartaa, ama adigu dee ma siin kartid oo taklif maxay ahayd nafaqadeedin iyo biilkeedu aduu waajib kuu yahay. Sidaa daraaddeed islaamku haweeneyda muslimada uu karaameeyin boqorad buu ka dhigay, adar ras oo cayn buuna ku hayaa. Marka mar walba waxyaabaha islaamka lagu dacniyayo dad aan islaamka yacni u nisba sheeganaya ama cadow u ah iyaa marka wax ka sheega. Laakiin adiga muslimka waxaa la rabaa inaad marka islaamka dib u akhridan, aad fahanto
oo qofka marka ku dacnay ayaa tiraahdo arinta wax ka jiraa ma jiree islaamku haweenayda muslimada uu karaameeyay una maamusin haba yaraatee wax taklifa iyo kharash dhaqaale uu saarin ma jiree mar walba way kafaalo qaadan tahay dhaqaaleheega iyo waxay nolosheeda oo dhana meel baa la saaray oo rag la saaray ama ninkeeda ha ahaado ama abeed ha ahaado ama walaalkeed ha ahaado ninka mar walba kharashkeed uu saaran yahay ama iyada haweenayda haday lacag kasta leedahay iyo haday dhaqaale kasta haysato wax iyadoo tafadul iyo yaani ihsaan ay u bixisay mooyaane wax waajib loogu leeyahay dhaqaale ma jiro aad baad u mahadsantihiin wa jazakumullahu khayran sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam